بديت بالكبير ديزون ثوره لا ريفولوشن ساعات الكلمات تعجز على تصوير او تمثيل اشياء كبيره ياسر في قيمه الكلمه هذه كلمه الثوره. من نجم نكون سعيد فرحان اني توجدت في عصر في دوله وفي بلاد صارت فيها الثوره، لانه اجيال واجيال تتمنى تحضر على فتره تاريخيه وموقف شعبي تاريخي مثل الثوره التونسيه الكبيره والعزيزه علينا الكل. الثوره تمثل لي برشا حاجات، وحصل لي الشرف ونحمد ربي والحمد لله الى جانب اني كنت موجود في الفتره هذيا، ساهمت باللي النجم وكنت موجود فيها قولا وفعلا والحمد لله، من خلال نزولي معناها مش انا وحدي مع ثله من الفنانين التوانسه اللي بالمناسبه نحب نحييهم اللي كنا موجودين في الشارع مع الشعب الكريم، لانه في الايامات هذيك نتذكر ما عادش فما فنان وخدام وطبيب ونجار، كنا ولينا توانسه وكنا هبطنا مع بعضنا لو 14 جانفي. وانا فرحان اللي ولدي مهدي اللي عمره 11 سنه نهار 14 جانفي كان موجود امام وزاره الداخليه اللي عمره 11 سنه كما قلت ويعيط، وعندي فيديو باش نخليها له تاريخ ان شاء الله وقت يولي عمره 20 سنه نوريها له يتفرج بها باش يكون فخور بالشيء هذايا. ثوره عظيمه عظمت الشعب التونسي هذايا وشباب التونسي هذايا، كما قلت لك الحمد لله كنت موجود فيها، والى جانب وجودي معناها من الناحيه اللي جبت عليها زاد حصل لي الشرف اني كنت موجود بالكاميرا باش نصور لا ريفوليسيون والبوست ريفوليسيون. في الاتحاد العام للشباب التونسي، عندي خلفيتي السياسيه اتحاد شباب الشباب التونسي، توقفت فهمتني نهار 12 على خلفيتي السياسيه وفهمتني مساندتي لاهلنا في سيدي بوزيد والقصرين. المسامر المساعد الدين الكل نعم اعطونا كيما نقولوا ماي شباب رجعوا لنا كل شيء شباب، خلينا نمشوا ما يصيرش خلينا نتبعوا الشباب. انا عامل كشريحه مثقفه رانا مطلبنا واضح، الحكومه لابد من اسقاطها. الناس ما عندهاش ما تاكل ما تشرب، الى متى هذا؟ الى متى؟ كل يوم امشي اليوم ارجع غدوه. جابوا لنا القانون هذايا قالوا لنا تخرجوا معاكم 50 ساعه انتريت مبكر، فهمتني؟ باش يعطونا حقوقنا. وقع الاتصال بيا من مهرجان كان من الكانزان دي غاليزاتور اترافيغ ان امي سي هشام بن عمار، وان شاء الله الشريط هذا باش يكون موجود في كان ان شاء الله، هذا الشيء اللي نتمناه. وبالمناسبه خاطر نحن نحكيوا على الثوره ما نجمش وانا نحكي على الثوره ما نرحمش على ارواح الشباب اللي عطاو اغلى ما عندهم يذل لي هما اي بور موا جو لي دي جو لي توجور دي في لقاءات في دي انترفيو لي سول فري ايرو في هالثوره العزيزه هذيا هما الناس اللي ضحات بالحق واللي من اجل قيم كبيره من اجل العداله من اجل حريه من اجل الديمقراطيه الحقيقيه بالطبيعه عطاو اغلى ما عندهم. دونك الثوره برشا حاجات وثورة كنت نديلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ميداني بركة معناها الفني معناها في اللي باساج نتاعي راديو مثلا ولا تيلي كنت ديما ثائر على الوضع على السيستيم. نذكر في مثلا موزايك افام وقتها كان نوفر الورتاني معناها بريسك تعركنا سيغ انتين وانا ندافع على المهنه ونتاعنا ونعيط على المهنه نتاعنا كيفاش قاعده تمشي بالغلط. معناها قاعد نقول سي با بوسيبل راهو دو كونتينيي كوم سا راهو نورمالمون يلزم معناها يلزم
هيكله اعاده هيكله الدومين نتاعنا راهو ماشي في الغلط. راهو سي با فري ما فماش اهتمام بالشباب, سي با فري ما فماش اهتمام بالطاقات الشابه, سي با فري ما فماش تجديد, سي با فري. حتى لين نوف قال لي شنو انت عمل نقابه, قلت واش خاصك كان كل واحد. انا نحكي لك 5 سنين 6 سنين التالي راهو نقول نذكر تو معناها كي يدخل على ممكن موزايك فهم يلقى الحوار هذا. نقول مش خاص مش خاص كان كل واحد يكون نقابي على مهنته ويدافع على مهنته ويدافع على بلاده ويدافع على كيانه. دونك الثورة حاولت أنا بكل تواضع نبدأ فيها من خلال خدمتي, ويظل لي أحسن مثال على ذلك فيلم تاعي الأول, شريط القصير الأول تاعي اللي هو البروجي اللي كان صرخة كبيرة شبابية شبابية, يعني مش حتى في العمر متاعها, رغم اللي لموين داج متاع الكيب الكلها بالمخرج بالكيب تكنيك الكل ما حتى بالممثلين ما فاتتش 35 سنة أنا ذاك. دونك كانت صرخة كذلك ضد الرقابة والرقابة الغبية, ضد السيستيم الشائع, ونظرة أخرى للسينما. يعني الفيلم كان صرخة شكلا ومضمونا, وهذا بشهادة النقاد, ولكن ليس النقاد فقط, حتى الجمهور العادي. المسرح هو الحياة. كذلك حصل لي شرف أني كنت موجود في أعمال ثورية في القطاع المسرحي. فمثلا مسرحية الأولى اللي مثلت فيها وكنت صغير عمري 16 سنة ونص, وهي مسرحية عايش شكسبير مع المسرح الوطني في بدايات محمد ريس, يكاد يكون العام الأول لمحمد ريس, قطعت مع النمط السائد للمسرح آنذاك. العمل الثاني المسرحي كان ثوري شكلا ومضمونا, وهي تجربة ومغامرة كبيرة عملتها وكنت مشارك فيها ضمن مجموعة حلوة من الشباب, نذكر منهم المخرج اللي هو الياس بكار, لطفي العبدلي, محمد علي بن جمعة, محمد علي النادي, نجيب القاضي, إناس حاج قاسم, دليلة مفتاحي. وكان عمل حلو برشا وجديد ومغاير ومختلف ومغامر وفيها الصفات الثورية هذه كلها. وللأسف الشديد يعني ما عرضناش برشا نظرا لأسباب مش هذا وقتها باش نحكيوا عليها. والعمل الثالث اللي المسرحي اللي كنت موجود فيه, كنت موجود فيه كمخرج اللي هو في أكسر دوك الريشو. ويكفيني فخرا أن أرى السيكونس اللي جو لي بوبليي ديرنييرمون سور فيسبوك, اللي لا سيكونس كي ايتي سانسوري ابري اون ريبريزونطاسيون مستر دوك الريشو, وهي يحكي فيها الممثل القدير لمين نهدي وينقد فيها نقد لاذع للمسؤولين اللي كبشوا في الكرسي واللي قاعدة تدور توا على الفيسبوك وعاملة بعمايلها. دونك ثلاث أعمال ثوريين إن شاء الله بالعمل الجديد اللي قاعد نقوم به نحضر فيه اللي هو pour le moment اسمه ريحة البلاد et tout et tout, peut-être qu'on va changer après le nom. إن شاء الله باش تكون مسرحية كذلك ثورية شكلا ومضمونا, خاطر نمن برشا بالمغامرة أنا في الأعمال الفنية. ساعات اللوح روحي دون دي تيران انكونو اللي ساعات يثمروا حاجات جديدة وما تشافتش.